مكملين معكم مشاهدينا بمحطاتنا الصباحية، ما وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم لنحكي فيها عن الكروشيه. تعودنا طبعا من أمهاتنا بهي الفنون اليدوية، نشوف فيها إتقان أمهاتنا بأشياء مثل قطع الزينة والألعاب، لكن اليوم اختلفت يا رشا بالألوان والأشكال والموديلات المتعددة. أي بس بقية محافظة على هي الجمالية، هذا التراث الحلو. يعني دائما بيميز الحرفيين السوريين أنه رغم كل الحداثة والتطور بقيت هيك البصمة السورية موجودة بهدول القطع، وهي القطع بنلاقيها بكل بيوت تقريبا السوريين. ورح نحكي اكثر عن هي الاشياء الحلوه، كيف اليوم عم تتم صناعتها، شو اهم الصعوبات ومراحل العمل. وضيفتنا لليوم هي الحرفيه امل الحفار. يسعد صباحك ست امل. اهلا وسهلا، يا اهلا بكم. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. الله يخليك. خلينا نحكي عن الكروشيه بدايه، وهل بتختلف موضه الكروشيه من عام لعام، وشو الجديده عندك؟ طبعا هلا في تطورات جديده، بتبقى كل عام بيصير تطور جديد. أنا صلي 50 سنة بشتغل بالكروشيه، وكل سنة عم بيزيد الشغل، وبيزيد يعني شغلات إبداع أكتر، عرفت علي كيف؟ وبيصير هلأ في قطب زيادة مثلاً، وهالكروشيه كل ماله بيزيد بالشغل ومع أحلى بيطلع. طيب عم نشوف هيك اشياء كثير حلوه، حابب هيك نستعرضهم معك. اول شو عم تشتغلي هلا؟ هي عم بشتغلها فستان تبع لعوبه. ايه ذكرتينا هيك بالالعاب الكبيره كانت لابسه تنانير، كنا نتمنى نخلصهم اياهم نلبسهم نحن يعني. او شو بدي لك استعمل، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. اليوم حتى بوضعك الصحي حبيت تكوني معنا. الله يخليك يا. خلينا نحكي اليوم هيك عن القطع اللي جايبتيها. الوقت اليوم يعني من وحي الاحداث فلسطين، يعني حتى فلسطين كانت الى حصه بالاعمال الحرفيه السوريه. قد ايه بتحبي اليوم يكون هدول القصص موجودين بشغلك يعني؟ طبعا هي يعني حياتنا اللي عايشين فيها، وسوريا هي الأساس طبعا، وهو هن أشقائنا فلسطين ولبنان وكل أشقائنا، بقى كلياتنا بنشتغل لهم وبنحمسهم. الحمد لله. تمام. خلينا نحكي اكثر عن القطع اللي جايبتيها، مثل ما احنا شايفين كمان الجزاطين يعني كمان ستايل حلو يعني. هي شنطة حقيبة. قد ايه بتاكل معك وقت بالشغل؟ والله بتاكل كثير، هي شغلة بتاكل وقت، هي والشال هون في شال يعني كمان منظومة. في شال، وانا بشتغل وبكتب كمان بالخط العربي. هدول؟ ايه هي الخط العربي. خلينا نشوفهم. بسم الله الرحمن الرحيم، بالخط العربي كاتبتها، هي بالخط الكوفي. حلو. يعني اليوم عم تحاولي هيك تاخدي كذا حاله ضمن شغلك. مو بس بالفساتين والالبسه. هلا حنشوفهم كلهم امل، بس هيك لفت نظري اللي شو الاسم القطبه اللي عم تشتغليها اليوم بهي القطعه اللي بايدك؟ هي قطبه عمود. عمود هلا عم بشتغلها، وفي هي فيستون فراشه. كمان تاخذ وقت منك كبير؟ والله لاني انا ممارسه بالشغل بدون ما تطلع. عمل عم تحاكينا وعم تشتغل يعني. اليوم ممارسة 50 سنة مو لا لدولة. عم بشتغل هيك رأسامها 50 سنة، معناتها اليوم كان في رصيد من العمل. اليوم أمل كيف عم تسوقي لهدول الأعمال؟ كيف عم يعني ماديا، خلينا نحكي تسويقيا، كيف عم تنشري شغلك؟ لا في جماعة كمان عم بشتغلهم، عم يبعتون على روسيا. عم بشتغل فساتين للألعاب، عم ببعتهم على روسيا. كمان شغلتهم حلوه، هي كمان بتحطيها كمان ايوه لا اكسسوار بتطلع حلوه فوق هي لحشه او شيء. خلينا نحكي عن الغرزه او نوع الصوف، بيختلف معك من قطعه لقطعه، تحكي لنا شوي عنه. ايه طبعا، في عندك صوف وفي دي ام سي، وعلى حسب بقى في هي هذا دي ام سي على بيشتغلوا. ايه هذا دي ام سي، هذا الفوقاني استعرضناها اول قطعه كانت. تمام. هذا دي ام سي، خير دي ام سي، وتحت منه بيشتغلوا بالصوف. الصوف معين للشغل اللوحات. هذيك صوف
هاي بدي اقول لك بتذكرنا بالطفوله، كان معظم لباسنا يعني مطلوبين لهلا. بعرف مطلوبين لهلا هدول القصص، ناس بتحبها. طبعا توصي بتوصف بصيوني وانا بشتغل. بيتركوكي على ذوقك امل تختاري القطعه، او انت ممكن على ذوقك شو ما بدك؟ على ذوقك. او ممكن يجيبوا لك صوره يقولوا لك نحن بدنا نفس هذا الفستان، طالع لهم اياها رأسا بطالع لهم مع الصوره. وفي هذا الجاكيت كثير حلو كمان مميز. اوه يا امل لوين رجعتينا اليوم؟ هات كنا نقول له خلينا نتذكر شو جاب جاب صغير. بس بتحسي هيك يعني اليوم راحت الناس عن بقي في له محبينه بس ما مثل اول. لا مو مثل اول. هلا شو السبب برايك؟ هلا كل شيء صار في مكانات عم يشتغلوا بالمكانات. بس انا بحب وصيه لكل امراه انه تشتغل بالسناره، بتبدع ابداع لانه لاطفالها والفتاه لازم تتعلم كمان مشان بالمستقبل كمان هيك نفس الشيء. شوف اللوحات كثير حلوه كمان عامله، عم نحاول نستعرض. هي شال اي شال. حتى الالوان اليوم اخترتيها امال هيك مميزة مميزة، ويعني دائما بتستفزي الذاكرة اليوم انت بهذا الشغل. يعني هاي القطعة ما في حدا ما لبس منها، يعني اعمار معينة بتطلبوا لهذا هاي الالوان. لحتى اللوحات اللي انا شاغلته ما حدا مساوي مثله. هلا شوفيهم، شوفها. شوفيها، تفضلوا خلينا ناخذها لو سمحتي. سوريا اليوم حلوة. شو الفكرة اللي حبيتي تقدميها بهي اللوحة؟ يعني امرأة والعالم السوري هي مشان يعني شو بدي اقول لك، انه هي سوريا هي امنا. اكيد عرفتي علي، وانا كل شيء لسوريا انا مقدمته. امل تحكي لنا شوي عن طريقه التسويق للقطع والشغل اللي بتشتغلي، وهل في حدا بيشاركك بهذا العمل؟ انا مشاركه بعده معارض. اول يمكن من 20 عام انا بشتغل بعرض كل شغلي كلياته بمعرض دمشق الدولي من 20 عام، وكل المعارض بقى شام تجمعنا وهيك كل المعارض وين في معارض انا مشاركه فيه. لحتى كنت انا بوزاره السياحه باليونسكو كمان كنت عم درس كمان طالبات معلمون شغل السنارة. في أعمار صبايا بأعمار صغيرة بيحبوا يتعلموا هاي القصص؟ طبعا كانوا يجوا لعندي على البيت كمان شيء 15 طالبة كمان أقعد هيك كمان بالبيت علمهم كمان الشغل. اليوم هي رسالة يا أمل، اليوم مثل ما أنت أكيد خلينا نقول أخذتيها من حدا أكيد. يعني من يا من أمك يا من الجدة. ماما وجدتي يعني 40 عاما 50 عاما انا بشتغل، كان عمري 8 سنوات. حلو، فهي الرساله اليوم انت يعني مفروض ان تحميها ايضا للجيل الجديد اللي عنده شغف بهي القصص. قبل ما نركز عليه خلينا نرجع بس شوي للمعارض. اليوم المعارض شو قدمت لك امل؟ يعني تسويق للقطع ماديا، هل كانت يعني خلينا نقول اليوم نحن بنعرف الظروف كيف عم تكون عليكم، المواد الاوليه غاليه، التسويق سيء، الربح قليل طبعا، ولكن المحبه اليوم لاي عمل نحن عم نشتغله عم بكفي محبة الناس. صحيح. هي محبة الناس إلك هي هي. شو أضافت لك المعارض اليوم أمل؟ شو أعطتك يعني؟ أعطتني الشهرة. وكل العالم صاروا يحبوني، وصرت مشهورة بين العالم كلياتها. حلوة العبارة اللي كاتبتيها، ليكن قلبك صدفة في بحر لا تحمل سوى لؤلؤة واحدة. هي حب الله. هو حب الله. أكيد. خلينا هيك نحكي شوي اليوم عن التدريس. يعني اليوم عندك هل بتدرسي بمعهد أو بس بالبيت، أو ممكن حسب البنات الحابين؟ البنات كانت تدرسهم بالبيت، 15 طالبة كانت تدرسهم كمان بشغل هيك علمتهم. وبعدين بمعملك بوزارة السياحة باليونسكو علمت طالبات كمان الحمد لله، ولحد الآن بيتواصلوا معي بحاكوني. قد ايه بيستغرق وقت من اي ست او صبيه بدها تشتغل هيك شيء او تتعلم، ولا حسب هي ما بتحب؟ خلال 3 اشهر بكون متعلمه. وتابعتيهم امل اليوم؟ شفتي اليوم امل شو اعطيتهم؟ هل عم يشتغلوا على الارض؟ هل صار عندهم شغلهم الخاص؟ ايه طبعا عندهم، هلا في منهم عم يشتغلوا بالمعارض صاروا. طيب المواد الاوليه اليوم كيف وضعها التسويقيا ما بين التكلفه والمبيع؟ والله هلا كل شيء غالي طبعا.
في بس إعادة تدوير على فكرة، في إعادة تدوير. مثلا عندي كنزة بكرة وبعد بشتغلها بجددها بتطلع كمان إبداع جديد. تماما. هاي القطبة اللي بإيدك يعني إذا حبيت أنا أتعلمها في شغلة سنة بتخلص؟ هاي بتخلص خلال يعني شيء أسبوع بكون. لا قصدي على التعليم، في ناس ما بتحب، يعني أنا بحب شوف حدا عم يشتغل، خلينا هيك شوي أمل عم يشتغل نحن على الهواء، بلكي منلحق منا شيء. اليوم كيف عم تقدري تفرغي بين قطبة وتانية؟ يعني عم تستخدمي سنارة تانية كمعدات شغل؟ لا هاي وحدة عليك عم شايفها عم تفرغي من عندك؟ أيوه هاي. حلوة الفكرة، بس هي يعني كمان صحياً اليوم أثرت عليك؟ إيه طبعاً. ما بطلتي؟ على نظر الواحد كمان بتأثر، عم يسهر الواحد وبتعرفي السهر كمان بيأثر على الشغل، يعني لما بتشتغلي بيأثر على النظر، وهالقعدة الطويلة كمان خصوصاً يمكن وقت بتنضغطي بيكون عندك طلبات معينة وبدك تخلصيها. لما كان عندي معرض بالخط العربي ليل مع نهار أنا عم بشتغل، ابدا ما نام لحتى خلصته. كان عندي بمدرسه جقبقيه باداره المديره هنيك كانت الاستاذه الهام محفوظ، كمان هي كمان مديره الخط العربي، كان عاملين معرض وكان هذا اللوحات كلها اشتغلتهم هنيك عندها. يمكن أمل أي شيء بنشتغله بحب أو بهواية بنبدع فيه، يمكن في لحظات بتتعبي فيها، مرت معك لحظات حسيتي حالك أنه أنت بدك توقفي ما بقى بدك تكملي أو تعبتي؟ بالعكس، لو ما كان في عندي رغبة ما قعدت 50 ما كنت كفيتي 50 سنة وأنا عم بشتغل. إذا كنت قاعدة يعني لو بدي نام تجيني فكرة أنه بدي أشتغل هالقطعة، ما بقى فيكي تتركي؟ لا، فز رأسا بحمل السنارة وبعد بشتغل فيها. حتى أي شوفي قديش أكلي شغل أخذي الشغل. بدي أقول لك يعني أنت اليوم مستخدمة شي عن الألوان، يمكن القطبة نفسها يعني أو شو رأيك؟ لا هاي القطبة غير هاي، أنا خبرة على أساس يعني. هاي غير هاي، كل وحدة قطبتها شغل. هاي الياسمين ها قدي أخذت؟ ياسمين الشام، واليوم العبارة كلها عن دمشق الحبيبة أكيد. قدي أخذت شغل منك اليوم أمل هاي القطعة؟ هاي قعدت بتطلع شي 3 أيام. حلو. بالبيت ما أنك عملتي لهم هيك ضوجة ما بيشاركوك القصص بالشغل يعني بناتك؟ لا حدا من أولادك؟ لا والله ما عندي أولاد، بعد لحالي بعد بتسلى بشتغل. يمكن في قصص لهلا بيدوروا عليها بعض الصبايا والسيدات انه بدنا حدا بيشتغل بهدول القصص لانها قلت شوي، مثل الطواقي، اللحشات، حتى قصص للبيت. لحد الان بشتغل كل شيء. هلا عامله انا طواقي وعامله شغلات، بس حملانهم لهون كمان صعبه. طيب امل اليوم شو اهم القصص اللي ممكن تخليكي تتاخري بشغلك او ما تقدري تنفذي هاي القطعه، خلينا نقول كصعوبات يعني بعملك كحرفيه؟ ما في صعوبات الحمد لله، ما في، بالعكس لما بكون قاعده ما عندي وقت فاضي بخلص اغراضي بعد بشتغل. بس ننتبه شوي على الصحه يعني، شلون كمان هي امانه يعني. اليوم كمان انت زرتينا اليوم وعم تقولي لي عندك وضع صحي، واكيد اليوم هذا صحتك الشغل اخذ كثير من صحتك بالنهايه يعني. اي والله الحمد لله، فضل رب العالمين، الله بيقوينا، شو بنساوي؟ الحمد لله. بس يمكن تعودتي ما بقى فيكي تتركي، ما بقدر، حتى ما لو تعرضتي يعني بعيد الشر عنك الى اي وعكه صحيه بتحسي حالك مليتي انا بدي اشتغل؟ طبعا تعودت ايدي على طول عم تشتغل، لانه عرفت يعني ليل مع نهار عم بشتغل. لما بتركها شوي يعني شي يومين ثلاثه مثل كأنه ضايعة، بس بدي أشتغل. هذا الشيء أكيد، وقت بنقول أي شيء تعودنا عليه هو نابع من الحب. أمل كتير بسطنا بوجودك اليوم، بيتمنى لك السلامة لصحتك، وانتبه شوي مثل ما قلنا على الصحة، وشكرا لهدول القطع الحلوة المميزة. الله يخلي لي إياك، إن شاء الله هيك نشوفك معارض قادمة يعني بتمثلي أي قطعة بنفسك تقدري تنفذيها على الأرض وتشتركي فيها إن شاء الله. بتم شكرا سلمي. أمل شكرا لحضورك. شكرا لكم كمان على استضافتكم، ويخلي لي إياك حبيبتي. الله ويا رب تضلي دائما بقوتك وتقدمي لسه أجمل وأجمل. شكرا كثير لك. شكرا لكم والله.